ارتفاع جديد في أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير، وقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء من قناتي أنا وحياتي. فضلا منكم وتكرم اخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. أسعار الدولار والعملات اليوم في البنوك الخميس 24/10/2024، سعر اليورو اليوم في البنوك فضلا وليس أمر اخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. اليورو 52.35 جنيه، سعر الريال السعودي 12.96 جنيه، سعر الدرهم الإماراتي 13.26 قرش، سعر الريال القطري 13.38 قرش، سعر الدينار الكويتي 158.85 قرش، البيع 163.85 قرش، سعر الدينار الأردني 68.69 قرش، سعر الريال العماني 126.59 قرش، سعر الدينار البحريني 129.51 قرش، البيع 134.50 قرش، سعر الدينار الليبي في البنوك 10.15 قرش، البيع 10.35 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 63.53 قرش، البيع 64.04 قروش، سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.70 قرش، البيع 48.94 قرش. شكرا لكم.